من كانوا يا ما كان في سالف الأزمان، قصة ولها عنوان زينب وعبد الله. عبد الله بالتحديد يعشقها زينب عيد، ماسكها ايد بايد والحب في شرع الله. قصة رومانسية نرويها قصتنا عن حب تزوجنا، كل واحد الثاني في قلبه. أفرح أنا واخجل من فيني يتغزل، لا لا تلوموني أحبه أحبه. أحلامي وردية والسفة شرقية، يوم السفة فهمت لك حب رومانسية.